يا صباح الخير والهنا والسعادة والتفاؤل. صباح جديد مع حضراتكم، مع زينة بطعم البيوت ومجموعة متنوعة من الفقرات الخاصة بالأسرة المصرية بنقدمها النهاردة في يوم الجمعة لكل مشاهدينا. بصبح لحضراتكم جميعا، وكمان صباح الفل يا عبير. صباح النور يا نجلاء، أهلا بيكي وأهلا بكل مشاهدينا اللي بيتابعونا من خلال زينة بطعم البيوت. والنهاردة زي ما نجلاء قالت يوم الجمعة، يوم مليان بالبركة وإن شاء الله يكون مليان بالسعد والهنا والستر على كل مشاهدينا. ساعة ونص من الفقرات المتنوعة، بنبتدي كالعادة مع زينة ونجلاء نشوف أولى فقراتنا هتكون عن إيه. الحقيقة يعني فقرتي اللي هتكلم فيها هي مهمة بالنسبة لنا كلنا، مهمة إن احنا نعرف حدودنا في علاقاتنا، حدودنا في تعاملاتنا مع الآخر. أعتقد يا عبير إن الموضوع ده كمان أهميته بتزيد مع السوشيال ميديا، لأن كتير بنعتقد إن احنا من خلال السوشيال ميديا لو بدأنا نتكلم خلاص العلاقة بقت مفتوحة. لا، في حاجة اسمها ترمومتر العلاقة، إمتى أزود في علاقاتي، إمتى أدي حدود في العلاقات، إمتى يكون ليا نوع من الوقفة مع البعض لما بلاقي فيه أي نوع من التجاوز في التعاملات. مهم قوي ده عبير عشان نحافظ على شيء من الاحترام والثقة طبعاً. وإن احنا نتعامل بشيء من الرقي في التعامل. ده مهم جدا بالنسبة لنا كلنا، والأهم إن احنا نعود أبنائنا ونعود ولادنا عليه من وهم صغيرين، يتعاملوا إزاي مع أصحابهم، يتعاملوا إزاي مع اللي أكبر منهم، يتعاملوا ازاي مع الاخر بشكل عام. لما هيتربوا ويكبروا وهم عارفين حدود التعامل هيعرفوا امتى الترمومتر يطلع وامتى الترمومتر نقدر ننزله. ده مهم قوي. احيانا الواحد من كتر ما بيتعامل عارفه بذوق زياده عن اللزوم مع الناس، فنلاقي في ناس بيستبيح حاجات بقى للاسف. فطبعا دي نقطه مهمه جدا يعني، والواحد لازم يبقى عنده كده حساسيه يعني، يبقى عارف ايه اللي يتقال. والناس عارفه على فكره، كل واحد عارف ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش وايه اللي يتسال فيه وايه اللي ما يتسالش فيه. يعني في ناس لكن في ناس بتعتبرها يعني ان خلاص احنا كده، فبيدوا لنفسهم مساحه اكبر. صحيح. فبيتجاوزوا. صح. وممكن الاخر بيتعامل بنوع من يعني مش عايز يضايق حد، مش عايز يقول له لا او حاجه، فبيسكت مره بيسكت اتنين، بس مش معنى كده ان هو موافق على التصرف ده. مهم قوي ان احنا نتعرف على حدود العلاقه، ومهم قوي ان احنا نعرف امتى العلاقة دي بتزيد وإمتى بتقف عند حد معين. أهلا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة لما بنتكلم عن موضوع يعني خاص بعلاقاتنا، علاقاتنا مع أصدقائنا، علاقاتنا مع الأسرة، الأقارب، علاقاتنا حتى مع نفسنا كمان، لأن ساعات الإنسان علاقته بنفسه بيكون ليها تأثير كبير جدا على تعاملاته مع الآخر. مهم قوي إن أنا أعرف حدود العلاقة، إزاي يبقى عندي حدود في علاقاتي مع كل فرد، والحدود دي بتختلف طبقا لإيه، وامتى بتزيد وامتى بتقل وامتى بتقف عند حد معين. خصوصا كمان مع السوشيال ميديا النهارده بقينا كلنا ممكن ان احنا نتعرف على بعض، بس الى اي مساحه ان انا يبقى عندي نوع من الحدود في التعامل، ده اللي هنعرفه من خلال فقرتنا مع حضراتكم دلوقتي. واللي بيشرفني فيها ضيوفي، برحب بدكتور دعاء خليفه اخصائي نفسي واستشاري تربوي وتحفيزي. اهلا بيكي يا دكتور. أهلا بحضرتك. كمان برحب بدكتور عنان حجازي اخصائي العلاقات الاسريه. اهلا بيكي. أهلا بيكي. حبيبتي منورنا. العلاقات هي اللي بتدوم دايما، والعلاقات ممكن تكون موجودة مع الإنسان من وهو صغير، علاقة الأم بالجنين حتى وهو بيكون، علاقة الأم بأبنائها، بالإخوات ببعض. خليني أتكلم الأول على مفهوم العلاقات ما بين الأشخاص، هل ليها تعريف معين ولا هي مفتوحة ملهاش تعريف؟ ما فيش تعريف معين لمعنى العلاقة، لكن هي بتكون إطار. علاقة الزواج هي بتكون إطار علشان يكون في أسرة ويبقى بشكل مجتمعي مقبول. علاقة الصداقة هي إطار. العلاقة في الشغل العمل. هي إطار. العلاقة بين الزمايل في الجامعة هي إطار. لكن هل ان احنا علشان في علاقة سواء زوجية او في الشغل او حتى الام وولادها او الاب وولاده او ايا كان، ده يعني يتحتم عليه نجاح العلاقة؟ لا طبعا. تمام. اذا العلاقة بمفهومها هي تعامل،
تعامل، احنا بنتعامل مع بعض وتواصل، هي تعامل تواصل وتواصل بالظبط، لان حتى ممكن انا يبقى في تواصل مع حد لكن يعني ما تقابلناش عن طريق السوشيال ميديا الفيسبوك وغيره من وسائل التواصل، اصبح ان انا ممكن يبقى ليا صداقات كتيره جدا لكن ما فيش علاقه مباشره او ما فيش تعامل مباشر غير من خلال السوشيال ميديا. طب دكتور عنان هنا يخليني اقول حتى الاطفال من وهم صغيرين بيبداوا علاقاتهم مع أسرتهم مع أصدقائهم، يعني لسه بيبقى المحيط ما كبرش قوي، وإن كان النهاردة الأطفال وهم صغيرين بيبقوا ماسكين الموبايل وعاملين صداقات في كل أنحاء العالم. هل معنى كده إن الإنسان لابد إن هو يعرف مفهوم العلاقة من هو صغير ويبدأ إن هو يضع إطار لهذه العلاقة من هو صغير؟ طبيعي، لأن الأب والأم هم اللي بيحتووا هذا الطفل، سواء كان هو محبوب مع بابا أو محبوب مع مامته أو سواء كانوا مع بعض أو كل واحد في جهة. بننمي في أطفالنا حب أن يبقى تقديره ذاته، عنده تقدير لذاته، واثق من نفسه، يقدر يدخل أي منطقة أو أي مجال سواء السوشيال ميديا أو أي تعارف مع أصدقاء يكون واثق من نفسه في قراراته أو حدوده. بحط له أنا حدود في البيت وبمشي عليها، وعلى هذا الأساس الطفل بيرتبط ببابا ومامته وعلى وضع هذه الأسس أو وضع ثوابت يمشي عليها الطفل. إذن السمات الشخصية اللي أنا بزرعها في ابني أو في بنتي هي دي اللي بتخليه هو نفسه اللي يضع إطار لهذه العلاقة. وطبعا أنا بحفزه بإيه؟ بالحب، بالرعاية، بإني دايما أكون متواصلة معاه، دايما أكون مراقباه، بس بالحب. الحب ده بيديله ثقة بنفسه، فبالتالي لما بيدخل في أي تواصل أو أي اتصال فعال في أي منطقة سواء كان مع أصدقائه أو في السوشيال ميديا بتبصي تلاقيه بيحدد هو عايز إيه، وبيحدد برضو طبيعة العلاقة مع الناس إزاي يدخلوا معاه، وإزاي حد يقول له كلمة غلط يقول له بلوك، وأي حد يقول له أهلا وسهلا بلوك بلوك، وأي حد يقول له كلمة طيبة يشاركه، يكون في تواصل فعال لهذه الكلمة. طب دكتور يعني خلينا نقول ان زي ما دكتور هنان قالت ان الطفل بيتربى الاب والام هم اللي بيحددوا سماته الشخصيه، ساعات بيبقى يعني او يمكن قبل كده كان اكتر كمان الاطفال بيبقوا منغلقين على نفسهم، هم مش بيتعاملوا مع الوسط الخارجي او مع الناس بره غير في سن كبير او في سن متاخر، يقول لك اصل احنا ما تعاملناش مع الناس قبل كده، ما عرفناش طبيعه البشر قبل كده. النهارده اعتقد ده مختلف شويه مع السوشيال ميديا، ازاي ده بيأثر وازاي ان انا اخد بالي منه حتى بالنسبه للابن او الابنه من هم صغيرين. ان انا زي ما دكتور عنان قالت ان انا يبقى في تواصل بيني وبين ابني او بنتي بالحب، مش بالترهيب بس، الحب أو الحنان معاه حزم تمام، معاه وضوح، إن أنا أحط ثوابت لابني وأفهمه ممكن من خلال القصة، يعني ممكن من خلال القصة حدوتة الحكي ده في الأطفال وحتى في المراهقين، يعني أقول والله والكبار كمان والكبار فعلا بجد أكتر حاجة بتأثر فينا الحدوتة صحيح، وضرب الأمثال يعني. يعني إن مثلا خلينا نتأمل الشجر، الشجرة لو كل شجرة ليها حوض ليها حدود لوحدها تمام، فبتعرف تكبر وتنمو وتنضج ورقها يكبر وكده، فلو ما كانش ليها الحدود بتاعتها دي كان زمان كل الشجر بقى داخل في بعضه مش هيعرف ينمو ويكبر وورقه يكبر ويزدهر صحيح. احنا زي الشجر، احنا برضو كل حد فينا محتاج مساحته الشخصية، محتاج ان هو يكون فاهم يعني ايه حدودي الشخصية، محتاج يفهم ان انا افهم انا احتياجاتي ايه وايه مقبول بالنسبة لي وايه لأ تمام، وافهم ان انا وازرع دي في ولادي من وهم صغيرين، ابعد عنها ازاي عشان ما توصلش لمرحله الانانيه، لان في بعض الاحيان بنجد يعني انا ومن بعد الطوفان حتى في علاقاتي مع الاخرين انا اللي يهمني انا هستفيد ايه من العلاقه دي، لا انا كده بربي شخص مضطرب بالظبط. فهنا لازم يبقى فيه بقى مفهوم الترمومتر بقى في العلاقه، ومفهوم ان لا في حد معين انت ممكن تستفيد من علاقاتك مع الاخرين وده شيء طبيعي، ولكن ما يكونش الهدف في علاقتي مع دعاء أو مع دكتورة عنان إن أنا أستفيد وبس، لازم
يعني زي ما بتدي زي ما بتاخد، وزي ما بتاخد زي ما بتدي. يبقى الترمومتر ده مقاييسه ايه؟ بعلم ابني وبعلم نفسي، لان احنا حتى واحنا كبار بنبقى ساعات بندخل في علاقات بتستنزف طاقتنا، لان احنا مش عارفين معنى الحدود، الحدود النفسيه ليا وحدودي انا الشخصيه. ان انا يا اما تكون حدود لينه جدا او حدود صارمه جدا، فحدود لينه جدا فانا بدي فيها جدا، بدي في العلاقه دي قوي من غير ما اخد خلاص. فلازم افهم وافهم ابني او بنتي ان العلاقات رايح جاي خلاص، ما فيش حد بيبذل وحد معتمد على التاني، عشان دي بتبقى علاقه مش سويه، علاقه اعتماديه. ان انا ما جاملش حد على حساب كرامتي، على حساب مشاعري، على حساب احتياجاتي. ان انا اسمع الحد اللي قدامي واتعاطف معاه، الانصات. ان انا لما يكون حد عنده مشكله او شريكي، ابني، مامتي، زميلي، اي حد، انا بسمعه بتعاطف. تمام. ان انا يكون عندي وضوح انا لشخصي، ما جاملش في اي حاجه وخلاص. اتعلم ونعلم ولادنا، وده ضروري جدا خصوصا على السوشيال ميديا، ازاي وامتى نقول لا، وان ده صحيح. يعني انت بتحمي نفسك. صحيح صحيح. طيب دكتور عنان، يعني خليني اقول برضو ان في عندنا حاجه كده يقول لك ايه، الطبع ما بيتغيرش، واللي بيبقى طبعه حاجه لو هو من نفسه ما قررش ان هو يغيرها عمر ما حد هيغيرها له. صحيح. ازاي ده بيحكم طبيعه هذه العلاقات؟ بمعنى ان واحد مثلا هو طبعه ان هو متعود انه ياخد كل حاجه، وطبعا يعني كتير قوي يقولك اصل الطفل الوحيد بيبقى متعود على كده، وان كانت دي اسلوب تربيه مش طبع في كل الاطفال اللي بيبقوا يعني ما لهمش اخوات او حاجه، ولكن النهارده مع طبيعه العلاقات وتدخلاتها، ازاي كل واحد فينا يقدر يحط نمط للعلاقة في كل مكان، مع الزوج ليها شكل، مع الأصدقاء ليها شكل، في العمل ليها شكل، مع الأبناء ليها شكل. جميل قوي السؤال ده. السؤال ده بيخلينا نوصل شخصية الإنسان، يعني أنا لما أعرف شخصية كل واحد أقدر عليها أعرف أتعامل معاه. إيه شخصياتي؟ أنا عندي أربع أنماط من الشخصية، عندي شخصية متفردة، وشخصية تحليلية، وشخصية تعبيرية، وشخصية إيه؟ ودودة. طيب كل واحد ليه سمات وعلى حلوة الوزودة دي. حتى اسمها حلوة، ودودة. المتفردة دي بتكون دايما حاسمة وعندها قرارات، وبتكون صادقة وواضحة، وما بتحبش حد يصدها، دايما صادقة ليدر. لما اجي اتعامل معاها اجيب لها من النهاية، اجيب لها كل حاجة من النهاية. بلاش بقى اقول لها لازم تعملي وتعملي وتعملي، لا، اجيب لها من النهاية، انت هتعملي كده عشانك هيحصل كذا كذا. خلاص، يبقى انا عرفت شخصيه الفلان ده. الشخصيه الثانيه اللي هي التحليليه، دي بتحب قوي الدقه والتفاصيل، بتحلل كل شيء، لازم كل حاجه في حياتي ابقى عارف ليه وهتعمل ايه. فلما اجي اقول له على اي موضوع او احدد معاه اي شيء اقول له هتعمله عشان كذا وكذا وكذا وكذا، اجيب له من البدايه. بس الشخصيه دي ممكن تكون حابه انها تتدخل في تفاصيل انا مش عايزاها تتدخل فيها. لا، ممكن يعني بمعنى ان يعني مش معنى ان دي شخصيتك ان بتفرضيها عليا او بتفرضيها على اللي بيعرفوكي، ان هم لازم يعرفوك كل حاجه، لازم يحكوا لك التفاصيل، لازم واحده واحده. طب ما هو ده بيجهد الشخص اللي قدامك. انا لما اعرف الشخصيه التحليليه دي واجي انا اتعامل معاها عشان اقول الحدود بتاعتي، هقول لها ليه انا هعمل الحدود. علشان يبقى في بيننا ثقه، عشان يبقى في تبادل الاراء، عشان انت يبقى ليكي وجهات وانا ليا وجهات، زي ما انا ليا حدود انت ليكي حدود، زي ما انا هحترم حدودك انت هتحترمي حدودي. دي بتجيبيها بالدقه. هي ما بيبقالهاش حدود، هي عايزه تعرف كل حاجه. لا، لكن كله. هي يعني شخصيه خفيه بقى. لا، التحليليه انت على حسب شخصيه الانسان هتعرفي تتعاملي معاه. صحيح. فبالتالي هترتاحي وهو كمان هيرتاح. ما هو قصدي ان الحدود اللي احنا بنعملها ليه؟ عشان تبقى العلاقات فيها مرونه وفيها على طول ان احنا واستمراريه. الله ينور. لان لو ما حصلش كده مش هنستمر، يبقى هنوقف. طب الشخصيه الثانيه التعبيريه دي بتعبر، خياليه، حالمه، عاطفه. فبنيجي نتكلمها بالتشجيع، بالتحفيز، بنقعد نقول لها هتعملي كده عشان تبقي جميله، هتعملي كده، الله على اللبس اللي هتلبسيه، الله على الحدود اللي احنا هنعملها، هنبقى بصي برستيجنا هيبقى خطير. يبقى انا وصلت لك لحاله انت تحسيها بشخصيه، نمط شخصيتك. طب الودوده دي بقى، الودوده دي بتتفاعل مع كل الناس وعايز تتعامل مع كل الناس وبتخدم كل الناس ومحبه لكل الناس، دي الودوده. هتعامل برضو بعبارات الود، بالحب،
بالكلام الدافي، الله انا بحبك قوي انت حبيبتي. انا حاسه ان حتى تون صوتك بيتغير يعني طبيعه الشخصيه. ده الاسلوب اللي احنا هنمشي فيه في وضع الحدود على حسب انماط الشخصيه. طيب يعني زي ما بنقول كده برضو دكتور دعاء، النهارده طبيعه التعاملات اختلفت واتغيرت، يعني دايما كنا بنقول انت حر ما لم تضر. انت حر في تصرفاتك ولكن لا تجور على حقوق الاخرين. لكن النهارده مثلا ناخد مثال على السوشيال ميديا، وكتير قوي بنلاقي مثلا حد عامل بوست على الفيسبوك، مش معنى ان انا قبلت الصداقه ان حد يدخل على الخاص ويبدا ان هو خلاص احنا بقينا يعني اسره واحده بهذا المفهوم. كل نمط علاقة حدوده بتكون إيه بشكل عام؟ يعني السوشيال ميديا حدودها إيه؟ العمل حدوده إيه؟ الأسرة حدودها إيه؟ بحيث أن كل واحد برضو يحط في ذهنه وهو بيتعامل في المجال ده أو الكاتيجري ده، لا ده حدوده بتقف عند كذا. خلينا نبدأ بالسوشيال ميديا عشان أنا من أعداء العلاقات اللي على السوشيال ميديا. مع أنك أنت يعني على السوشيال ميديا. العلاقات اللي بتنشأ ويقول لك اللي بيحاولوا صحابي والناس بقى تشارك تفاصيل حياتهم والأكل والخروج واللبس والأطفال والبيوت. لا ده بقت المشاكل العائلية دلوقتي على السوشيال ميديا. الموضوع صعب جدا، ويعني والناس اللي ممكن تتجوز من على السوشيال ميديا يعني دي كمان دي مشكله اكبر، او ترتبط او الكلام ده كله، انت ازاي او انت ازاي بتعملوا كده وهو اساس التعامل او التواصل الانساني هو التفاعل المباشر. انا ازاي اتعامل واحب حد او ازعل علشان حد او ارتبط بحد وانا في ارض الواقع ما فيش بيني وبينه تواصل مباشر. انا هنا عايزه افرق بين حاجه، انا ممكن اتعاطف مع بعض حالات معينه. تمام. اتعاطف مع انسان حد عنده مشكله في مرض، طالب مساعده بشكل معين كان بالزبط. لكن ما ينفعش ان احنا نخش في حياه بعض وفي تفاصيل بعض وخلاص حياتنا كلها مفتوحه. لا ده دلوقتي هم اللي بيعرضوا حياتهم على السوشيال ميديا. ما ينفعش يعني. انا بشوف مهزل. انا كمان الجروبات اللي بتكون بتاعه الاستشارات النفسيه العامه بقى مهزل، وممكن يبقى الاسم باين وفيها متخصصين وغير متخصصين، فبتلاقي اي حد ممكن يتكلم يدلي بدلو زي ما ايوه يعني انت المفروض دي مشكله خاصه سواء نفسيه او اسريه او تربويه تروح للمتخصص مش على المشاع. وحتى لو ما فيش الامكانيه الماديه ده في منصات واماكن كتير ومبادرات بتقدم ده يا اما بسعر رمزي او حتى ببلاش. لا هي الفكره منها يعني، وحضراتكم تصححوا لي، الفكره ان خلاص هي دي بقت ماده لكسب الاموال. بالظبط. فخلاص دي حاجه بتجيب لي فلوس، ده خلاص انا مشيت فيها ونجحت. في أسوأ العصور بصراحه. الحاجه اللي انا عايزه اتكلم فيها كمان الاطفال الصغيرين. احنا بقينا بنشوف على السوشيال ميديا اطفال انا ازعم انهم فقدوا طفولتهم. طبعا فقدوا احساسهم بالطفوله، لان هم خلاص بقى كل الهدف ترويج هذا الطفل عن طريق السوشيال ميديا، لانه بقى هو مصدر الرزق بالنسبة لوالده أو لوالدته أو اللي بيحصل ده. النهاردة طبيعة العلاقات دي بتبقى إزاي؟ والولاد دول لما بيكبروا بتبقى يعني الحالة النفسية الخاصة بيهم إزاي؟ طول ما أنا بنيت صح البنية بتاعتي هتطلع صح. لو أنا بنيت ابني في حدود إن أنت تتعامل فيها وأوقات معينة أمسك السوشيال ميديا، وأكون أنا حطيت ثواب وعقاب زي يعني لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى، إن في أنت بتعمل خير هتلاقي الخير، من سنة سنة حسنة فله صحيح. إيه فله النفع منها. طب أنا يا ابني لما أنا هتعامل مع حدودي مع الناس وهتجاوز حدودي هم هيتجاوزوا حدودهم معايا. لما أنا أحط حدود وأمشي عليها وعلى هذه الأسس هبقى ليا وقت معين، هيبقى ليا وقت المذاكرة، وقت القعدة على السوشيال ميديا، وقت التعامل مع ماما، وقت التعامل مع أصحابي، وحاجة أتناقش مع ماما. يعني ماما حتى لما تيجي تبص علي بتعمل إيه حبيبي؟ أنا بلعب. طب بلعب جيم، بلعب حاجات مع أصحابي، بصي يا ماما دخلنا لعبة كده. فبرضه يبقى في أوقات أحددها لهذا الوقت، فبالتالي الطفل هيطلع صح. لو بنيت صح هيبقى الشجرة بتاعتي حلوة. صحيح. لأن ده بيعتبر الزرع النبتة الحسنة يعني. تمام. النبتة الحسنة هي بيبقى زرعها حسن. فأنا لا ألوم أي طفل لو طلع غلطان إلا من باباه ومامته.
صحيح. اذا الشمس والقمر ليه الاساس بالنسبه له. طيب النهارده يعني برضو هل مطلوب مني ان انا وانا بتعامل مع حد، انا خلاص عرفت ان في انماط شخصيه، لكن في بعض الاحيان بنجد ان الشخصيه وهي بتتعامل هي عايزه الناس تتعامل معاها بنفس مفهومها، بنفس طريقه تفكيرها، بنفس تركيبتها، ولما حد بيختلف بيؤدي بقى لا يعني لعواقب مش لطيفه الى حد ما. ده برضو بيكون راجع لإيه؟ إيه أسبابه؟ وهل بيتغير ولا خلاص ده بيبقى طبع في البني آدم كبر عليه وما بيتغيرش، هو غير قابل للحوار زي ما بنقول؟ ده بيبقى راجع لإيه؟ للوعي الذاتي. بمعنى يعني أنا أبقى فاهماني أنا قدراتي، عارفة قدراتي وفاهمة احتياجاتي إيه؟ إيه مقبول وإيه مرفوض؟ وفاهمة كمان إن أنا مشاكلي ايه. يعني لو انا بسمع من الناس اللي حواليا ان انت بنتضايق في الحته الفلانيه او ردك في بالطريقه دي او حد مندفع او حد عصبي، كل واحد شايف نفسه شكاك. صح على طول الوقت. ما هي يعني دي للاسف من الحاجات برضو اللي يعني محتاجين ان احنا ندرب نفسنا. انت مش صح طول الوقت بالزبط. مش تفكيرك دايما صح، يعني كل واحد يقولك ايه عاجبه عقله، كل واحد عاجبه عقله. احنا بقى بنتكلم في الحته دي ان انا امتى ببدا اصحح. يعني حضرتك في الاول خالص قلتي ان الطبع ما بيتغيرش، هو فعلا الطبع صعب جدا انه يتغير، لكن الا اذا الانسان نفسه هو اللي قرر. طب امتى الانسان هيقرر؟ لما يعترف ان هو في عنده مشكله او في عنده مشكلات محتاج ان هو يعالجها. برضه هيعمل ده امتى؟ لما يعي بنفسه، يعترف، لما يدي المساحة لنفسه ويطلب المساعدة من حد يقدر يساعده بشكل علمي، مش أي عشوائي. كلام وخلاص، مش بشكل عشوائي. يعني هو لو كل حد فعلا بجد مارس في حاجة اسمها يعني في 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 منهج العلاج السلوكي المعرفي ان انا بمارس مع نفسي حاجة اسمها الأمانة العاطفية او أمانة الشعور، فدي بتخليني انا افهم نفسي وممكن كمان توضح وتفهم للشخص التاني او الطرف التاني في العلاقة معايا انا حاسس بايه بمنتهى الود منتهى الاحترام، ان انا حاسس بكذا وبسبب ان حصل كذا واتمنى كذا. ده لو العلاقه بقى ماشيه يعني ايه بنوع من الشفافيه. ما هو احنا لكن هل اثر النهارده الترند اثر حتى على ان احنا يكون عندنا نوع من الصدق في مشاعرنا، من الصدق في افعالنا؟ لان كتير قوي حتى يقول لك ايه، احنا بقينا بنشوفها حتى في الافراح، لا دول عايزين يعملوا ترند وبتصل الى يعني افكار ممكن تؤدي الى مشاكل كبيره جدا، لكن ده علشان الترند. انا كلامنا عن علاقتنا اصبحت يعني من الضروره جدا ان احنا نعرف ايه حدودها وازاي نطورها وازاي نحافظ عليها علشان استمراريه هذه العلاقه. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الترند النهارده وازاي بقى بيؤثر على هذه العلاقات وممكن يغير حتى في مسارها. دكتور عنان، ازاي الترند أثر على علاقتي بأبنائي وعلاقتي بزوجي وعلاقتي بأصدقائي وحتى في محيط العمل؟ هو أحيانا الترندات معظمها دلوقتي حقيقة وإحنا شايفينها ومعصرينها إن كله بيعمل عشان المادة، وكل ما يزيد المشاهدين عندي كل ما أنا هيجي لي دخل كويس. صحيح. فحسن دخلي إزاي بالطريقة دي. بعض الترندات بتكون هادفة وبتكون وده اللي إحنا عايزينه الحقيقة. صحيح. وبنلاقي مشاهدات عليها فعلا. أنا أشجع الشباب وأشجع البنات اللي عندي بإني أبعت لهم عن طريق التواصل الاجتماعي سواء كان إنستجرام أو أي نوع من أنواع واتساب هذه الفيديو اللي بيعملها ترويج او يزيد من ثقافتي ووعي وتقديري لذاتي ومعاملاتي مع الناس. تمام. بحيث ان انا يبقى ليا برضو خصوصيه والناس ليهم خصوصيه واعب مواهبي واعب مواهب الناس الثانيه وما اتدخلش في شخصياتهم الداخليه. وبعدين المشكله ان احنا مثلا ايه نشوف حاجه هي مش عاجبانا وننتقدها ولاجد نشوفها. على فكره احنا واحنا بنشوفها احنا بنزود تاثيرها، احنا بنخليها تكسب اكتر، احنا بنخليها تحقق الهدف، فتعتقد ان هو ده السبيل الخاص بيها انها تزود من دخلها او حاجه، فتبدا ان هي تستمر في هذا المسار. امتى العلاقات دي بتبقى علاقات ضاره بيا انا شخصيا وضاره باصحابها وبتسبب لي مشاكل وبتسبب لهم نفس الحكايه، واتصرف فيها ازاي؟ لو هنتكلم على العلاقات اللي هي او شكل الشخصيات التوكسيك اللي بتطلع مثلا بتقدم محتوى فعلا بجد غير هادف او غير اخلاقي او حاجه
مش لايقه مع مجتمعنا وتربيتنا، لا دول مكانهم مش السوشيال ميديا ابدا، دول مكانهم المصحات النفسيه، لان دي يعني دي شخصيات عندها اضطرابات شخصيه واضطرابات نفسيه ومحتاجين للعلاج. لما تبقى شخصيه زي ما دكتور عنان بتقول همهم ان انا هعمل اي حاجه علشان يزيد التفاعل فيجي لي فلوس اكتر، لا ده كده في اضطراب شخصيه مثلا تمثيليه او شخصيه ممكن تكون اللي هم بيطلعوا يعملوا حاجات عنيفه او ياذوا حيوانات، دي شخصيه سايكوباتيه مثلا. ففي اضطرابات في بعض الاحيان يعني الشخصيه هي بتطلع بشكل معين او اسلوب معين انا اتريق عليه مثلا، ايه طريقه الكلام دي او ايه الاسلوب اللي بيتعمل ده ولكن هي نجحت انها تعمل ترند ونجحت انها تبقى تتغير حتى هي حياتها بشكل او باخر، لكن هي ماشيه بنفس النمط، فاصبح النمط ده اللي بيشوفه الاطفال الصغيرين اللي بيشوفه حتى المفردات، مفردات كل وقت بتتغير، النهارده بقت المفردات بترجع لطبيعه السوشيال ميديا وطبيعه اللي بيتردد عليه ونرجع نشتكي. خلينا بقى نتكلم في حته الاطفال دول بالذات، يعني انا بصراحه انا ليا كده ايه تعبير دايما بقوله واسفه يعني، بس اللي بيتربوا اللي بيربوا محتاجين يتربوا بصراحه. ليه بقى؟ لان اول سيبك بقى احنا بنقعد نقول كتير قوي في اساليب التربيه والتربيه الايجابيه اول حاجه هي التربيه بالقدوه. هو انت ابنك او بنتك شايفينك بتعمل ايه طول الوقت؟ لو انا ابني ولا بنتي جاي عايز يتكلم معايا وانا سامعاك يا حبيبي وقاعده ماسكه الموبايل، ولا بابا قاعد ماسك الموبايل، ولا قاعدين بنقلب في التلفزيون، هو انا فين التفاعل اللي عملته مع ابني او بنتي؟ تمام. هو انا ازاي ده طبقا لمنظمه الصحه العالميه اخر دراسات اتعملت ما ينفعش ندي موبايل سمارت فون لطفل تحت 14 سنه. احنا بنقضي على طفوله، انا ببقى في الملاهي او في النادي او في اي مكان المفروض العيال جايه تتبسط اطفال، لا هم قاعدين ماسكين الموبايل. طب دي ده ذنب الولد؟ مش ذنب الطفل ابدا، ذنب ماما اللي عايزه تريح مخها وبابا اللي مش عايز زن علشان هم مشغولين في حاجات تانية. لا والولاد بيلاقوا على الـ الـ يعني المراكز التواصل، هو بيستقبل بس بيلاقي حاجات بيستقبل بيستقبل زمان كنا بنقول القعده قدام التلفزيون بتضر، ده كان مسلسل اجيالنا كده يعني. وعايزه اقول ان مش معنى ان البيبي وهو صغير في حركات بنتفاعل معاها وبنتعاطف معاها، لكن احنا بقينا بنشوف اطفال بيتم استخدامهم، وده بجد هم بيفقدوا طفولتهم وبيطلعوا بشكل يعني لا يمت الى الطفوله بصله خالص، ولكن هم عاشوا في الدور. زمان لما كنا بنكتشف موهبة وهي طفلة زي مثلا الفنانة فيروز لما تم اكتشافها وقدمت مجموعة من الأعمال، كانت حتى الأعمال اللي بتقدمها فيها الطفولة، فيها طبيعة عمرها، فيها طبيعة سنها. النهاردة ده ما بيحصلش، بنجد ترندات مختلفة تماما. أنا عايزة أركز بقى يعني عشان برضو الموضوع ما يفتحش معانا قوي، عايزة أركز في العلاقات بمفاهيمها وطريقه التعرف عليها بشكل سليم. نبداه ازاي مع اولادنا؟ يعني انا كل اللي يهمني النهارده ان ابني علاقاته بالمجتمع تكون كويسه وعلاقاته بنفسه تكون كويسه وما يكونش نوع من التوكسيك في هذه العلاقات. ده يحصل ازاي؟ لازم انا الاول اتعلم كمربي يعني ايه سمات العلاقات الصحيه، يعني ايه انا اكون في علاقه صحيه، ايا كانت العلاقه دي صديق زميل زوج زوجه ايا كان، إن إحنا في علاقة فيها احترام متبادل. نعم. احترام في طريقة الكلام، في التعبير حتى عن الغضب، كمان في احترام مشاعرنا لبعض. تمام. إن أنا لازم أكون أنا حاسس بأمان في العلاقة دي، والطرف التاني كمان في بيننا أمان وثقة، إن كل واحد فينا بيكون على طبيعته، مش بيتكلف ولا بيتجمل علشان ما نخشش في حتة إن إحنا في خداع أو تمثيل بيحصل، إن إحنا نلاقي بيننا اهتمامات وحاجات مشتركة، سواء أنا وولادي، أنا وجوزي، أنا وصاحبتي، في بيننا اهتمامات مشتركة. الاهتمامات دي أساسها إن إحنا عندنا مبادئ وقيم مشتركة فقادرين نمارس ده مع بعض. إن كل حد فينا يعني ممكن تلاقي اتنين صحاب حد مستحوذ على التاني ماشي، أو زوج بيبقى متسلط على الزوجة أو العكس، لا إحنا الاتنين عيش وأنا كمان بعيش، وإحنا الاتنين بننمو وبنكبر، وإحنا كل حد فينا ليه مساحته تمام من غير ما يتعدى على التاني.
ان احنا يكون زي ما قلنا في الاول العلاقه فيها اخذ وعطاء، ان احنا لما نعرف نتعلم ازاي نختلف، يعني احنا اختلفنا ثقافه الاختلاف بالظبط، اختلفنا يبقى بينا ان احنا طريقه احنا عايزين نسوي الخلاف عشان نطلع بالفايده وبالمصلحه لينا احنا الاثنين، مش ان حد يرمي التهم على التاني يطلع حد يعني منتصر وحد مهزوم، وان احنا نشارك مشاعر بعض ونحترمها. تمام. اخيرا انا لما اشعر ب يعني عدم الرضا عن علاقه معينه، ازاي برضو يبقى عندي فن ثقافه ان انا اوقف العلاقه دي بشكل لا يضرني ولا يضر الطرف الاخر؟ اولا هختار الوقت المناسب في ان اتكلم، ان انا اكون صريحه معاك، ما اقدرش احط تعقبات واحده فوق واحده، هيجي وقت انا هروح منفجره. صح. فلازم اتكلم معاك اول ما اشوفك مش عاجبني اول باول، اخلص معاك واقول لك بص يا ابني او بص يا انسان اللي انا بتعرف معاه او بتكلم معاه، انت غلطت في كذا وكذا وكذا، وانا حدودي كذا، وعليها بنقيم الحياه بيننا بين بعضينا وبنمشي، هل انت هتقدر تغيرها ولا مش هتغيرها؟ صحيح. وايه الوقت اللي هنقدر نمشي فيه في هذا التقييم او هذا التكوين عشان نقدر نحط ميزات بجانب المساوئ؟ صحيح. وهل أنت هتتقبل إن أنا أقول لك الكلام ده ولا خلاص؟ لازم يبقى عندي المرونة في التعامل. تمام. عشان أحط الحدود دي عندي أساسيات في إني أجعل لك أنت ليك خصوصيات وأنا ليا خصوصيات. تمام. والمساحة اللي بيننا ما يكونش إلزام عليك. أكيد. يبقى فيه الرأي بالصوت النبرة الطيبة والاحتواء الحلو والوقت المناسب عشان أقدر أوصل معلومة. صحيح. منك ليا ومعلومة منك إحنا لبعض. علاقاتنا مستمرة. الإنسان هو ربنا سبحانه وتعالى جعله علشان يعمر الأرض، عشان يتواصل مع المجتمع، يتواصل مع يعني البشر في كل أنحاء العالم. علشان كده مهم قوي إن احنا نعود نفسنا على ثقافة الاختلاف، على الحوار، إن احنا يكون عندنا رقي في التعامل مع بعض. ده في النهاية هيؤدي إلى إن أنا أحترم الفرد اللي قدامي والفرد اللي قدامي يحترمني، وطالما في احترام في التعامل أكيد التعامل هيكون في شكل إيجابي إن شاء الله. أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا دكتورة دعاء خليفة أخصائي نفسي واستشاري تربوي وتحفيزي، نورتيني. كمان بشكر دكتور عنان حجازي أخصائي علاقات أسرية، نورتيني. بشكرك جدا.